طب ايه المباراه اللي خليتك بقى يعني رشحتك خليتك في الاستاف انك تبقى دولي في مباراه كابتن اه, آه كانت كده. ما بين المحله وجمهوريه شبين المحله وجمهوريه شبين كانت جمهوريه شبين هتهبط آه والمحله في صراع بينهم م. والمباراه كانت في جمهوريه شبين عصيبه يا كابتن واللي كان بيراقبني رحمه الله عليه الكابتن عبد الرؤوف عبد العزيز نعم خلص المباراه 2 2 كان شوقي غريب بقى ويعني مش عايز اقول لك آه. المباراه ايه وزفت حاجه مباراه قويه جدا 1 1 1 0 1 1 و2 1 2 2 وخلصت المباراه آه كتب يعني تقرير فيا راح لجنه الحكام وكتب تقرير فيا يعني كويس اه قال لهم ده يعني مباراه عصيبه جدا وادارها بكل سلاسه والفرقتين خارجين ما عندهمش حاجه وخلي بالك بقى لا كان في فار ولا communication سيستم ولا أي حاجة ولا مساعد يديك فاول ولا أي حاجة الحكم كان بيشيل كل حاجة زمان